اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه مع الناقد الرياضي الكبير وعضو البرلمان المصري الاستاذ رضوان الزيتي. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، تعيش نورك والله. لسه كنت بتكلم مع حضرتك يعني قبل الهواء ان انا قريت كده على يعني قرارات من حضرتك ان حضرتك لن تترشح مره اخرى لعضويه مجلس الشعب، يعني سريعا كده عايز اعرف الاسباب. والله هو طبعا الاسباب تعرف الفتره اللي احنا دخلنا فيها مجلس النواب ديت كانت اصعب فتره في تاريخ مصر. وانا على عكس كل الناس كلها محمله على النواب. يقول لك النواب ما عملوش حاجه، ما حققوش اراده الشعب، ما عملوش للناس، والكلام ده غير صحيح. المجلس النواب اللي جه ده جه في اصعب مرحله في تاريخ مصر. 2015 يعني هو بدا بالظبط، احنا اول جلسه كانت 10/1/2016 كويس. الفتره ديت كانت الدوله بتتبني امنيا يعني كان في فتره اصلاح اقتصادي، يعني كانت من اصعب الفترات اللي هي تحمل فيها النائب ضغوط الشارع الشعب وضغوط الحكومه. ايه ضغوط الحكومه؟ اللي هي الاصلاح الاقتصادي، قرارات الاصلاح الاقتصادي، تعويم الجنيه ومش عارف ايه، ورفع الدعم عن الوقود والكلام ده كله. فطبعا دي اصعب مرحله. الشارع طبعا كان عاوز الدنيا تمشي كويسه والامور تتحل والاسعار ترخص والكلام ده كله طبعا. فاذا انت جيت في اصعب مرحله في اصعب وقت، والحمد لله انا اشتغلت في الدائره بتاعتي واشتغلت وعملت طلبات احاطه واسئله ورقابه وتشريع، وكنت في اللجنه السداسيه بتاعت قانون اللي عملت قانون الرياضه. حضرتك تعرف طبعا، انا عشان كده بقول لحضرتك ان صوت رياضي يعني الحمد لله انا عملت مجلس شعبي. بس هو المرحله اللي فاتت دي كانت مرحله صعبه جدا علينا كلنا، على البلد كلها. فانا بحرر نفسي من الضغوط والقيود، وخصوصا الفتره اللي جايه دي فتره بقى الاستعدادات للانتخابات الجديده. فانا قلت ان انا اريح نفسي خلاص من الضغوط ديت، وان انا خلاص بقى وهشتغل بكل القوه وبدعم الدوله وبدعم الرئيس، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي ده يعني انا بعتبره هو العمود بتاع هذه الدوله، يعني طبعًا الركن الركين بتاع الدوله. طبعًا انا بقولها كده، شوف بقى طبعًا انا بقولها كده وانا مش محتاج حاجه طبعًا، مش عاوز حاجه من حد. لا صح صح، ولا عاوز انتخابات ولا عاوز اي حاجه. انا بقول شهاده حق وشهاده للتاريخ ان هذا الرجل، وبقولها شهاده بقى مش مجروحه، يعني شهاده راجل. لا انا عندي بقى خلاص طموح سياسي ولا حاجه، لا انا راجل اعتزلت السياسه من اكتوبر اللي جاي ان شاء الله 2020. فاذا هذا الموضوع انا بقول شهاده ان هذا الرجل، يا ريت كل الناس بقى في الوزارات وفي المؤسسات يبقى في واحد زي عبد الفتاح السيسي. طبعا يعني ربنا يوفق حضرتك خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله يا رب، ونتمنى لحضرتك كل التوفيق والنجاح. لكن الملف الرياضي اكيد ملف يعني في الفتره الاخيره في بعض الازمات ممكن يكون مشتعل شويه، لكن عايز اعرف تعليق حضرتك ورؤيه حضرتك للملف الرياضي بشكل عام، بالاخص لعبه كره القدم. ازاي حضرتك شايف الملف؟ انا طبعا انا هوجه رساله شكر في البدايه كده لاشرف صبحي، وخلي بالك الكلام اللي انا هقوله النهارده ده ما فيهوش مجامله لحد ولا هيبقى فيه مجامله لحد. وانا طبعا انت عارف ان انا ما بجاملش اساسا يعني. صح. الدكتور اشرف صبحي تصرف، طبعا اتقال ان هو ازاي وزير الشباب والرياضه يروح للكابتن الخطيب في بيته، كلام خايب يعني طبعا، كلام مش فطبعا وزير يروح لرئيس النادي الاهلي بيزوره زياره، طبعا الراجل في ظروف مرض، ده شيء عادي. في ازمه طبعا، وازمه كان كل الناس بتقول ان الازمه دي مش هتحل، مش لاقيين لها حل. فطبعا انا بقول ان ده حكمه وذكاء من الدكتور اشرف صبحي. وطبعا ورساله الشكر الثانيه لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب، لان هم تنازلوا عن بعض الامور في سبيل ان الازمه دي تتحل والامور تستقر. وبرغم ان انا غير راضي طبعا عن اللي حصل كله من بدايه من تاجيل مباراه الاهلي والزمالك دي، اصلا ما كانش يصح انها تتاجل في لو حتى في اي ظرف يعني، لان الظرف او الدواعي الامنيه انا ما كنتش مقتنع بيها لحد هذه اللحظه. انا غير مقتنع باسباب تاجيل هذه المباراه. طيب لو قلت لحضرتك يعني مش عايز اتكلم في الملف ده كتير عشان ملف يعني عدى ولا خلاص، واحنا دلوقتي عندنا بطوله مهمه جدا، بطوله
أمم أفريقيا للمنتخب الأولمبي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وبالتالي كمان عندنا تصفيات المنتخب الأول المؤهلة لبطولة أفريقيا. لكن عايز أعرف رأي حضرتك، يعني بما أن حضرتك طبعا ناقد رياضي كبير جدا، وبالتالي شايف إزاي تناول الإعلام الرياضي بشكل عام للملفات اللي بتدور في الوقت الحالي، رأي حضرتك فيهم إيه برضه؟ ده شيء مهم عايز أعرفه من حضرتك. شوف، الإعلام الرياضي سواء بقى إعلام مكتوب أو مقروء أو مسموع، يعني كله بيتناول طبعا الأحداث. دلوقتي مبقاش في أحداث، خلاص الأزمة بتاعت الأهلي والزمالك خلصت، ودلوقتي قدامناش إلا إيه؟ مريحين شوية. المنتخب أفريقيا للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. طبعا أنا كنت بتمنى إن الإعلام لما يتناول أي قضية تناولها بحياد كامل وبموضوعية. ليه؟ احنا دلوقتي ماشيين في اتجاه ان الـ 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 البلد يعني الحمد لله بتشهد استقرار، زي ما قلت، امني واستقرار سياسي واستقرار اقتصادي، والبلد داخل على مرحلة اذا احنا لازم نغير من نفسنا، كلنا في كل القطاعات في كل المؤسسات لازم نغير من نفسنا ونبدأ حياة جديدة. والاعلام الرياضي هو لازم يعني يبقى فيه نظرة اخرى للامور والقضايا الرياضية، نبقى فيه إصلاح رياضي حقيقي. الإصلاح الرياضي الحقيقي ده بيبدأ من الإعلام. خلي بالك من الإعلام. ليه؟ لأن الإعلام هو اللي بيسلط الضوء وبيضع، لأن اللي بيجي في الإعلام خبراء، وفي الناس حتى اللي بتكتب ناس بقالها سنوات طويلة اللي هم خداء أصبحوا خبراء. يعني يبقى راجل إعلامي رياضي بيشتغل بقاله 20 سنة في الإعلام الرياضي، من كتر ما هو بيتناول القضايا الرياضية والأمور الرياضية أصبح خبير. فإذا أنت هنا الإعلام الرياضي هو اللي بيضع الأسس للإصلاح الرياضي الحقيقي، ويبدأ من عنده، لأنه هو المرآة وهو اللي بيسلط الضوء على كل القضايا والأمور الرياضية. فإذا أنت إحنا عاوزين نبدأ، إحنا العالم دلوقتي كله بيتجه في الرياضة على الاحتراف، على ما فيش حاجة اسمها هواية دلوقتي. لا تقوليش بقى لا لجنة أولمبية تمشي بالأمور بالطريقة التقليديه وطريقه الهوايه والكلام ده، لازم يعني مثلا الاتحادات الرياضيه، الانديه الرياضيه، كله لازم يطور نفسه. مش هينفع ان احنا نمشي بهذه الطريقه، ان احنا ناس كله بيمشي كده على زي ما الامور تمشينا. لا، انت لازم كل الانديه وكل حتى مراكز الشباب لازم تمشي بخطط ولازم تمشي برؤى. يعني احنا ما ينفعش كده ان احنا المنظومة الرياضية طبعا ده في دور كبير جدا على وزارة الرياضة. طب قانون الرياضة، عايز اقول لك قانون الرياضة مين اللي استفاد من قانون الرياضة؟ كل دلوقتي البعض بيهاجم القانون وهو ما قراش القانون اساسا. لكن هو لو قرا القانون وابوابه كلها حتى بما فيه باب الاستثمار الرياضي، محدش فتح صفحة او الباب الاستثمار الرياضي في القانون الرياضة وعرف ازاي يستفيد. ده انت يعني اي نادي ممكن يستفيد من قانون الرياضة ويطور نفسه. يعني ما اعتمدش، ممكن الانديه خلاص ما تعتمدش على الدوله. دلوقتي الانديه اللي ما بتعتمدش على الدوله هم ناديين او ثلاثه بالكثير. يعني او انديه الشركات او انديه المؤسسات. يعني الاهلي والزمالك تحسب، لكن ما تيجي الاسماعيلي بيعتمد على الدوله، الاتحاد السكندري بيعتمد على الدوله، كل الانديه الشعبيه. طب انتوا فين بقى؟ عملتوا ايه استثمار رياضي؟ حد منكم قرا قانون الرياضه؟ حد منكم عمل اداره للتسويق داخل هذا النادي بتاعه؟ حد عمل مشروعات استثماريه داخل الانديه بتاعت؟ هتلاقي القليل جدا اللي هم عملوا الكلام ده. حتى في انديه كبيره مش عايز اسمي اسماء ما استفادتش من قانون الرياضه. فاذا طيب، انت المنظومه الرياضيه كلها يعني ماشيه بالعشوائيه فيما عدا يعني انديه مش تعد على الاصابع الواحده، ممكن هم نادي او اثنين، ومع انديه المؤسسات هي ماشيه طبعا، لكن برضو دي أندية مؤسسات برضو ما طورتش، حتى أندية المؤسسات نفسها ما طورتش نفسها. طب مين اللي المفروض، هل الدولة هي المفروض يعني تقف مع الأندية علشان خاطر نتخلص من العشوائية اللي حضرتك قلت عليها؟ هي الدولة هنا ولا الأندية لازم تشتغل على نفسها؟ الأساس إن الأندية صح، هي الأندية لازم تبدأ ولازم تشتغل. هو أنا بعمل لك قانون؟ مش أنت كنت الأول بتقول طب الاستثمار والقوانين اللي موجودة ما فيهاش يعني طب انت دلوقتي عملنا لك، فتحنا لك الباب على مصراعيه، تاسس الشركات مساهمه، تعمل شركات مساهمه، ممكن تحول فريق كره القدم لشركه، ممكن تحول فريق كره اليد لشركه، ممكن يعني في
ابواب كثيره جدا للاستثمار. فاذا انت اللي ما انتش عاوز تشتغل، يعني ما حدش بيشتغل بطريقه علميه ولا بتخطيط علمي في المنظومه الرياضيه. وزاره الرياضه الدور عليها ان هي توضح للناس وتساعدهم. يعني انا بقول برضو ده بناشد دكتور اشرف صبحي ان هو طبعا وهو خصوصا له خبرات كبيره جدا في الاستثمار الرياضي، طب انت برضو لازم وزاره الرياضه لازم يبقى فيها اداره كبيره او قطاع كبير للاستثمار الرياضي. في فعلا اداره للاستثمار الرياضي، لكن هي عاوزه برضو ناس محترفين وعايزه ناس تعمل رؤى تسلط الضوء او تبين للانديه اهميه الاستثمار الرياضي والطرق ازاي ان هو يستثمر في الرياضه، ويتعمل ندوات ويتعمل مؤتمرات ويتعمل الحاجات دي كلها ومنتديات، بحيث ان احنا نوضح للانديه والعاملين في الاوساط الرياضيه، الانديه والهيئات والكلام ده كله، اتحادات رياضيه، لجنه اولمبيه، كله لازم يشتغل في هذا الاتجاه. مش كل حاجه هنقعد نعتمد على الدوله. صح، مفيش رياضه في العالم بتعتمد على الدوله، في خصوصا في الدول المتقدمه في الرياضه. كله دلوقتي كله رعايه، عقود رعايه وشركات والكلام ده كله. لكن انت هتعتمد على الدوله، الدوله مش هتفضل ان هي تصرف على الرياضه الا في قطاع الرياضه للجميع. طيب فانا نقطه مهمه جدا عايز يعني اروح مع حضرتك ليها، نقطه التعصب اللي موجود. الناس دلوقتي بتتفرج على الماتشات وعلى الرياضه كره القدم بشكل خاص ورا شاشات التلفزيون، مفيش وجود للجمهور في المدرجات. بالرغم من كده في تعصب كبير جدا موجود في الشارع الرياضي واحتقان في الفتره الاخيره. يعني عايز اسال حضرتك عده اسئله حول الموضوع ده. اسباب التعصب، من المستفيد من التعصب، وازاي حضرتك تنصح الساده المشاهدين والجمهور المصري ان هو ما يكونش في تعصب، او يكون في تعصب بس باصول وبادب، حتى الاختلاف يكون اختلاف محترم، اختلاف بدون تجريح. حضرتك دلوقتي شايف ان الموضوع بقى فيه السوشيال ميديا خلقت نوع جديد من التعصب اللي بقى عنيف جدا بشكل غير طبيعي، فازاي حضرتك بقى تقول لي يعني سببه والمستفيد، وازاي ان احنا ننبذ التعصب ده؟ شوف، اولا التعصب الرياضي في فرق بين اللي هو التشجيع والمسانده والتعصب. وفي كمان يعني بالنسبه للتشجيع والمسانده، ده حق مشروع لكل الجماهير. كل جمهور من حقه ان هو يشجع النادي بتاعه بالطريقه اللي هي تعجبه، بالطريقه اللي هي شايفها ان هي ديت المناسبه ليه، لكن بما لا يمس الطرف الاخر. تمام. طبعا دي تربيه في المقام الاول. يعني احنا يعني انا بقول ان الكلام ده بيحصل فين بقى؟ رقم واحد التربيه في البيت، التربيه في المدرسه. هل الاعلام ليه دور في التعصب؟ والاعلام طبعا، ده الاعلام. يعني الاعلام المفروض ان هو حضرتك يكون ليه دور في الاعلام. بص، كلنا خارجين من البيت. يعني شوف، المشجع، الناقد، الاعلامي، الوزير، العضو مجلس الاداره، المدرب، كل ده احنا خارجين من بيوت. يعني فانا بقول لك في الاساس التربيه في البيت. لو الانسان متربي صح في بيته اعتقد ان هو هيمشي صح. دي حاجه في المدرسه. تيجي بقى الاعلام الرياضي، الاعلام الرياضي طبعا بيلعب دور في حته بقى. كام في المية يا استاذ رضا؟ يعني مش اقل من 50% ولا اكتر شويه؟ لا لا لا، انا ما بقول 50%، اصل دي مسؤوليات. يعني انا مش عايز احمل الاعلام الرياضي كله كل المسؤوليه طبعا، لانه الاعلام الرياضي في النهايه برضو ما بيعكس اللي بيحصل على ارض الواقع. حته ان انت سواء بقى كانت الصحافه الاول، الصحافه كان لها تاثير كبير طبعاً جدا، بعد كده بقى الاعلام، بعد كده مواقع التواصل الاجتماعي. دلوقتي طب انت لو الاعلام، انت بعت الاعلام، طب مواقع التواصل الاجتماعي شغاله اقوى من الاعلام دلوقتي. وهي دي التواصل الاجتماعي دي اسرع من الاعلام، اسرع من اي. يعني هي انا بسميه الاعلام اللي هو الاعلام الاجتماعي السريع جدا. يعني انت ده اي حاجه، تويتر، مش عارف ايه، بوست على الفيسبوك، على بس انت ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يكون ده خلاص وصل للجميع. فاذا انت هي اخطر ما في الموضوع هو مواقع التواصل الاجتماعي. وبعدين في مسؤولين بقى، ما تيجي مسؤولين، ما يبقى المسؤول سواء رئيس نادي، رئيس اتحاد، هنا بقى المسؤول ده بيتحاسب ولا بيتحاسبش؟ ما هو ممكن واحد بس يفسد لك المنظومة الرياضية كلها أو المنظومة الكروية كلها. يعني أنا ما يبقى رئيس نادي يوميا بس. لا أنا بتكلم، لا أنا بتكلم بصراحة، ما يبقى رئيس نادي يوميا بيشتم في الناس كل يوم وما بيتحاسبش.
مفيش اي جهه بتحاسبه في الدنيا. هو الكلام ده انا الكلام بتكلم غلط؟ لو انا طيب. بتكلم غلط اتحاسب. طيب طب بص على كده، لك انا عشان خاطر حضرتك انا عارف ان احنا بنتكلم بصراحه، بس انا مش لا والله انا ما انا ما بص انا ما عنديش مشكله مع حد، اقسم بالله ما عندي مشكله مع حد، لكن انا بطالب كل مسؤول وكل مؤسسه اللي هي مؤسسه رقابيه، مؤسسه تشريعيه، شرطه، لجنه اولمبيه، مركز تسويه وتحكيم، كل اي حد يغلط انا لو غلطت حاسبوني. انا بقول لك انا لو غلطت، لو انا كلامي اللي انا بقوله ده غلط حسبني. لا طبعا انا بس عايز حضرتك نقطه حضرتك ممكن استفيد من وجود حضرتك فيها، نبذ التعصب ازاي يبدا، وازاي ان احنا ننصح الناس اللي موجوده اللي بتتفرج على كره قدم سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي، ان احنا يعني ترجع الامور اللي سبق عصرها، ان الموضوع يكون عادي جدا ما فيش اي مشاكل. لكن للاسف الفتره الاخيره زي ما حضرتك شايف ان الانتماءات وبمختلف انواع اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي ممكن يكون في شويه تعصب، لكن الاول كان ممكن كلنا نقعد في مكان واحد نتفرج على ماتش الاهلي يكسب الزمالك يكسب ما فيش مشكله، كلنا بنهزر ونضحك مع بعض شويه. لكن دلوقتي حضرتك الموضوع بقى يعني بقى مقلق جدا، بقى مزعج جدا. انت مش راجل بتهتم بالكره العالميه والرياضه العالميه؟ طبعا الكره العالميه بتهتم، عشان كده انا بتكلم فيها، عشان ما فيش تعصب خالص. لا ما فيش تعصب بين ريال مدريد وبرشلونه. لا في بس التعصب يا كابتن، في ليفربول ومانشستر يونايتد، بس التعصب زي ما احنا بس قلنا. بيقعدوا في النهايه بيقعدوا، ده اللي بتكلم فيه، في مكان واحد، بس الناس مش بتروح. ليه بقى؟ ثقافة. الفرق بقى الله يكرمك، ثقافة، قبول الآخر. ممكن نقعدوا أنت فاكر إنه في حد ما بيشتمش في المدرجات؟ لا طبعًا في طبعًا. مدريد ولا في إنجلترا ولا بس الموضوع برضه بيكون ولا في إيطاليا ولا الكلام ده كله؟ صح بيحصل، لكن في النهاية هم بيحترموا الآخر. يعني أنا هو متربي صح. أنا معلش يعني ما حدش يزعل مني وأنا الكلام ده ممكن يتاخد عليا. إحنا ما بنربيش ولادنا صح. لا بنربيهم على إنهم يحترموا الآخر. ولا بنربيهم على قبول الاخر. ولا بنربيهم على ازاي هم يتعاملوا مع البشر. يعني انت لو انت مثلا لو جالك حد وقال لك ده ابنك مش عارف ايه حصل في المدرسه، بتروح انت اول ما تتخانق بتروح تتخانق مع مدير المدرسه والمدرس. ما انت مش بتشوف ابنك غلطان في ايه؟ لا صح. فهو ده تربيه وثقافه، ثقافه مجتمع. بس فإحنا دي حقيقة فعلا. نعم دي حقيقة. نقطة المدرسة دايما الابن لما بيجي يشتكي الأب والله لو هو لو ممكن يكون ابنك ضرب نص الفصل وبعدين برضه تروح انت تروح تتخانق معاه، ده جميل. ده يعمل كده؟ ده جميل؟ لا ده مين؟ ده مين؟ ما انت ما تعرفش او انت خلاص ده ابنك يعني. انا بقول لك هو دايما الواحد ان دي ثقافة مجتمع وتربية مجتمع. فإحنا نفسنا المدرسة لما تعلم ان ازاي ان انت ما تنشر رياضة حقيقية في المدارس. هل في رياضة حقيقية في المدارس؟ مفيش. ما هو انت لو التنافس الشريف ده بيجي منين؟ انا بتعلم ان انا وانا صغير كده في الاندية انت بص لا حتى الناس استاذ عبدون في نقطة كده عايز اخد رايح حضرتك فيها برضو. يعني دايما بيبقى في سياسة احنا بنفهمها للولاد غلط ان انت ما تخسرش، يعني ما ينفعش تخسر. يعني انا شايف ان ما دي لسه صح ولا غلط؟ يعني انا ممكن حتى هنا معلش هنا برضه ساعات يتقال هنا في قناه الاهلي دي ملحوظه يعني الاهلي ما بيتغلبش، ما الاهلي ما مش عارف بس لا بس بس طبعا يعني انا كنت لسه اقول لحضرتك احنا مش قصد اللي بيطلع يقول كده ان الاهلي لا يهزم ان هو لا يقهر، لا الاهلي ممكن لا يكون يهزم بس نتعلم من الاخطاء اللي خلت النادي يخسر. بالظبط تمام. احنا لازم الثقافه دي نغير الثقافه بتاعتنا. الاهلي بطل كبير وكل حاجه وكل، لكن انت معرض ان هو طبعا وارد جدا يعني ريال مدريد بيتغلب من طوب الارض دلوقتي، بشر برشلونه بيتغلب تمام، ليفربول بيتعادل. حضرتك جيت على ريال مدريد قوي، حضرتك جيت على ريال مدريد، ريال مدريد بيخسر من طوب الارض. انا مدريد الوحيد اللي حضرتك قلت عليه انا مدريد بيخسر من طوب الارض. لا انا مدريد لا مش ده ريال مدريد، ما فيش ده ريال مدريد، بس حضرتك انا مدريدي اساسا. قلت لي برشلونه بيخسر، الاهلي بيخسر من طوب الارض اهو دلوقتي. خسروا يعني كان ريال مدريد بيتغلب كده بالطريقه دي؟ لا فبقول لك يعني احنا المفروض ان احنا يعني حته القبول الخساره دي مش الهزيمه، انا ما بسميهاش خساره، يعني انت تخسر وبعد كده هتكسب. والحياه مكسب زي التجاره، مش التجاره مكسب وخساره. صح. والحياه برضه مكسب وخساره. لازم نعود اولادنا على ان هم يتقبلوا الخساره، بس لما تخسر تبقى عارف خسرت ليه عشان ما تخسرش الماتش اللي لكن جاي. لكن انت لا لو اتغلبت هموتك. صح. لو انت مثلا حتى ابنه راح يلعب سباحه ازاي تخسر؟ لا مش كده يا جماعه، الرياضه في النهايه تنافس. لازم الروح الرياضيه كمان نعلم اولادنا على مبدا مبادئ الروح الرياضيه والقيم. فهي دي حاجات، دي تربيه وثقافه زي ما انت قلت كده، ثقافه مجتمع. وجود السوشيال ميديا
زودت التعصب. لا السوشيال ميديا اشعلت التعصب، اشعلت مش زودت، اشعلت لا ولعت ولعت الدنيا. ما انا بقول لك انت قبل ما الخبر بيطلع في التلفزيون بيكون في السوشيال ميديا قريته. تفتكر ذاك لو الفيسبوك اتقفل هو وتويتر ممكن ده يقلل التعصب في مصر؟ يعني طبعا انت على بتقول حاجه ما حاجه حاجه مش مستحيله يعني. لو يعني حصل، لا هو مش ما فيش لو بقى خلاص، دي بتاع ده بركان وانفجر وخلاص انتهت، ما مش هتقدر ترجعه تاني. ف لا انت تفكر ازاي يعني، زي مثلا انت الشائعات، موضوع الشائعات ده، طب انت الشائعات ديت بتواجهها ازاي؟ ما انت على ما تيجي بقول لك اشاعات طول اليوم شغاله على الفيسبوك شائعات، بس الشائعات انت بقى تيجي بقى انت كل بقى شغلك بقى بالليل على نفي 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 نفي، يبقى انت ايه هنا الاعلام المرئي والاعلام المكتوب والاعلام المسموع بقى اصبح رد فعل ليه مواقع التواصل الاجتماعي. بقينا ناخد حضرتك السلبيات اكتر ما اكتر ما احنا بنتكلم في لو بعدين انت كل بتطلع بالليل او بتطلع مش عارف تاني يوم هتقول ايه بقى كده الدنيا وخلاص خربت. الدنيا خربت خلاص. لكن انت بالنسبه بقى للتعصب الرياضي، احنا انا افتكر تجربه حصلت تقريبا في 85 كان حده التعصب بين الاهلي والزمالك زادت، وكان ساعتها الدكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، وعملوا ساعتها مباراه سموها مباراه في حب مصر كانت بين الاهلي والزمالك. تطالب حضرتك بيها دلوقتي؟ هل ممكن هي طبعا هي دلوقتي يعني اذا كان هو الدوري مش عارفين يلعبوه، لكن انت ممكن تتعمل مباراه حتى في عدم وجود لعيبه الاهلي والزمالك في المنتخب وبتاع، انا مثلا الدوري دلوقتي واقف والدنيا هاديه وبتاع، ممكن تتعمل مباراه كده باللعيبه اللي هم الايه مبادره ممكن يتفقوا يعني اللي موجودين يعني كل فرقه دلوقتي مش عندها مش اقل من 20 لاعب مش كده؟ يعني قاعدين ما بيعملوش حاجه. انا برضو يعني طب يعني انت لفتره الشهر وشويه ممكن تتناقش فيها في نعم؟ مش ممكن حضرتك تتناقش فيها مع سياده الوزير ان يتم ما انا على الهواء بنعرض حاجه زي كده مبادره. انتوا انا ماشي شايف قناه الاهلي عامله مبادره كويسه جدا، احنا على طول عاملين الحمد لله مبادرات خير ومن لا والله لا والله صحيح ده برضه حاجه كويسه جدا يعني. ممكن تعمل مبادره تعمل مباراه حتى تعرف لو اتعملت مباراه بين الشباب فرق الشباب في الناديين هتكسر حده التعصب دي يعني الموضوع يبقى كده يعني لا. وبرضه زي ما قلت لك العداله طبعا تطبيق العداله العداله بقى في المباريات في التحكيم في الكلام ده برضه انت ارفع مستوى التحكيم طبق العداله في المباريات يعني انت يعني اقل حاجه مثلا بين الانديه الصغيره حتى ما تسيبش الموضوع مش اهلي وزمالك لازم الانديه الاخرى لازم تحس بان هم مش اقل من الاهلي والزمالك ما انا الموضوع مش اهلي وزمالك لا الموضوع رياضه وتنافس شريف وروح رياضيه الكلام ده كله لازم مبدا الحياد مبدا العداله كل الكلام ده هو ده اللي ممكن ياثر على موضوع التعصب ده وحده التعصب. اللجنه الخماسيه راي حضرتك في ادائها وتقييمك ليها؟ للاسف ومع احترامي طبعا لاصدقائي في اللجنه الخماسيه فشل ذريع. طب ليه فشل ذريع؟ لأن كل الحاجات اللي احنا قلناها ولا انا قلتها معاك هنا قبل كده ما تعملش منها اي حاجه. مش معنى مش عشان ان انا طالبت بحاجات، لا ده مش انا اللي طالبت بها لوحدي، ده كل الناس طالبت. الحاجات اللي طلبت بيها على رابطه الانديه المحترفين مش هتحصل ومش هتعمل اللجنه الفنيه تمام برضه بتاع ده التحكيم تمام اداره محترفه للمسابقات تمام كل ده ما اتعملش ما جاش. مفيش هل عليك شايف مفيش استراتيجية في خطه انت في اللجنه دي عملت خطه لتطوير الكره المصريه يعني انت طلعت وقالت كده ان الكره المصريه مثلا في 2022 هيحصل كذا هم اتكلموا على 2026 عشان حضرتك دوري قالوا احنا هنعمل دوري وجدول بس دي النقطه دي النقطه يا فندم اللي انا عايز اتكلم فيها. هم جايين لمده تقريبا 9 شهور او سنه فهم اتكلموا على المده اللي هم موجودين فيها حاليا. لا انت ما بتشجعش وطلع رئيس الاتحاد انا عارف انا بقول لحضرتك هم طلعوا عشان كده. انا بس انا بالظبط هو طلع اتكلم وقال ان مسابقه الدوري هتكون منتظمه لكن حصل بعض الدروبات اللي حصلت كل تمام. الكلام ده انا مش جايب لجنه خماسيه ولجنه ملهاش تطلعات انتخابيه ولا عشان تعمل لي دوري لا الدوري ده ممكن اي حد يقول لكن انا عايز اطور صح كده يا فندم؟ نعم انا عايز اطور مش عايز انظم استراتيجيه النهوض بالكره المصريه ازاي؟ تمام احنا قلنا وقلنا حاجات محدده ومحفوظه وكل حافظها الرجل الشارع حافظها المشجع الصغير حافظها رقم واحد رابطه انديه محترفين لجنه فنيه رابطه محترفه للتحكيم تطوير المسابقات المحليه
تطوير المسابقات المحليه ازاي؟ طول ما الدوري ماشي بالطريقه ديت، مش الدوري الدرجه الاولى بس او الدوري الممتاز بس، دوري الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، بس الدوري الدرجه الثانيه بيكون اقل مشاكل من الاول. لازم يكون دوري الدرجه الاولى مثلا 18 نادي زي دوري الدرجه الثانيه زي الدرجه الثالثه، وبعد كده اعمل مناطق، بعد كده اعمل دوري هواء. يعني حضرتك شايف الثلاث مجموعات اللي في الدرجه الثانيه ده فشل؟ ده لا لا لا، ده كلام ده كلام فاضي. ده 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 الموضوع ده اللي هي المناطق ديت اللي هو التقسيمه بتاع ابلي وبحري والكلام ده، ده الكلام ده المفروض يحصل في الدرجه الرابعه. لكن مش في الثانيه. لا مش في الثانيه ولا في الثالثه، انا بقول لك هو دوري درجه اولى. طب ازاي ده يتحل؟ زي بريمير، يعني زي الدوري الانجليزي. بريمير ليج تشامبيونز. اديني خطه، قول لي ان انا هعمل الكلام ده من 2025 انا معاك. يعني اعمل خطه، قول لي ان انا مثلا عشان الناس تبقى مش تجيش تقول لي السنه الجايه يا جماعه الدوري الدرجه الثانيه هيبقى 18 نادي، ما ينفعش، لازم انت تعمل لي خطه خمس سنين ان عشان ما بتنزل انديه وبتعمل النظام عاوز تطبيقه وعايز كذا سنه. بس صراحه السؤال معلش دلوقتي لو عملت كده ما هم هيكون في ضرر على الناس اللي موجودين في اتحاد الكوره، بالنسبه لهم مش هيقدروا، ما هي جماعه وميه وجايبه الناس وبالتالي انا ما انا امال انا جايبك لجنه ليه؟ ما انا جايب لك لجنه احسن حد يعني احسن حد يعمل الكلام ده دول بالظبط كده. طيب ما هم ما بيعملوش علشان ليه؟ علشان خاطر ما فيش انديه جابتهم يعني ولا في انديه رشحتهم. صح، هقول لك دول ما بيعملوش ليه؟ ممكن يكون الكلام ده في دماغهم بس مش عارفين يعملوه ليه؟ لان هم مش فاضيين، مش هيقدروا، هو مش عندوش، هو كل يوم ازمه، هو كل يوم ازمه، الاهلي والزمالك، إيه الامن، اجل الماتش ده، انقل الماتش ده، إيه هم بس دي حضرتك بتكون يعني لا أزمة. هم خلاص استهلكوا في ايه؟ في مشاكل يوميه. فطبعا هم مش هيقدروا. انا بقول لك اعمل دوري رابطه المحترفين ليه؟ عشان تريح دماغك على الدوري، تشتغل انت بقى على البطوله بشكل عام، اعمل لجنه فنيه ليه؟ عشان تعمل لك المطبخ. هو اي مؤسسه عندها حاجه اسمها الايه؟ بيسموها زي اللجنه الفنيه كده، بيسموها دي المطبخ، الناس اللي هتعمل لك الشغل وتقدمه لك جاهز انت تصفيه وتطلع بيه قرار. انت واخد بالك؟ فهو اذا انت لما تعمل تجيب لجنه فنيه من الخبراء، يا جماعه اعملوا لنا تصور او خطه لتطوير المسابقات المحليه. وقدامكم مثلا ثلاث شهور تعملوها لنا عشان هم قبل ما يخلصوا المده بتاعتهم. انا اخشى ان هم يخلصوا المده بتاعتهم والدوري ما خلص. ممكن هم يخلصوا المده بتاعتهم والدوري بتاعنا ما يخلص. الدوري في دوري بالشكل ده بيبدا باربع اسابيع ويقف شهر ونص، سنه ونص يعني موسم سنه كامل. ده دوري ايه ده؟ طيب برأي حضرتك في البطوله افريقيا اللي جايه، بطوله افريقيا اللي جايه عندنا يعني بطوله افريقيا للمنتخب الاولمبي المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. يعني مش انا عايز اسال عليك السؤال اللي دايما بساله، هل البطوله هتكون بعديها نشوف الجماهير بشكل طبيعي في بطوله الدوري ولا الجماهير هناخد؟ انا اخشى ان هي الاقبال الجماهيري على البطوله ديت هيكون ضعيف. هيكون ضعيف. طب ليه حضرتك تخشى من الاقبال؟ ما هو المقدمات، يعني المقدمات، يعني اولا المنتخب الاولمبي ما بياخدش الاهميه او الاهتمام الجماهيري زي المنتخب الاول. نمرة اتنين اللي هي المشاكل. طب مش ده دورنا ان احنا نبدا نوعي الجمهور ونتكلم مع الجمهور؟ دور الاعلام. ما انا لسه بقول لحضرتك السوشيال ميديا والصحفيين والنقاد بالظبط، كل ده لازم يشتغل، كل ده لازم يشتغل على القصه دي. وحتى لو تعبئه الجماهير تيجي، حتى لو جماهير بتيجي من المدارس، من الجامعات، من مراكز الشباب، يعني اهم حاجه يكون في وجود. لازم يتحط خطه، لا لازم يتحط خطه برضه لتعبئه الجماهير. يعني انا لازم اكون جاهز، ما استناش هستنى الجمهور هيجي ولا لا، لازم اكون جاهز. انا وزاره الشباب والرياضه تكون مجهزه مراكز الشباب، وزاره التعليم العالي تكون مجهزه الجامعات، وزاره التعليم تكون مجهزه المدارس، كل دول لازم يكونوا جاهزين. لان انت دي بطوله صعبه جدا ومنافسه شرسه جدا. يعني ما كانش هيبقى فيه مسانده جماهيريه ضخمه وقويه للمنتخب ده، لان المنافسين في منتهى الخطوره. غانا والكاميرون ومالي. دول مجموعة منتخب مصر. مجموعة قوية جدا 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 يعني. واحنا شفنا. انا يمكن ما شفت المباراة الأخيرة. أمام جنوب أفريقيا. أمام جنوب أفريقيا. أنا شفت شوقي غريب يعني مستريح، ومش يعني حتى الأداء ما كان غير مرضي في المباراة دي، ومع ذلك شفت الكابتن شوقي غريب يعني مستريح. هل هو عنده حاجات إحنا مش شايفينها؟ لكن أنا شايف وحسب متابعتي للاداء المنتخب الاولمبي في المباراه والاعداد لم يكن بالقوه المطلوبه. يعني رحنا لعبنا مع مدارس اسيويه ومع لعبنا مع تونس تقريبا والجزائر،
لكن كنت عاوز الاحتكاك يكون اقوى من كده بكتير يعني. لكن هو احنا ما قدمناش بقى طبعا فرصه اخرى، لكن انا شايف ان لازم يبقى في تخطيط للجماهير تيجي بالطريقه اللي انا قلتها ديت، تحسبا لعدم الاقبال الجماهير اللي هو الطبيعي يعني. طيب حضرتك تابعت المباراه طبعا منتخب الاولمبي امام منتخب جنوب افريقيا، طب تابعت ازاي مباراه منتخب مصر امام بوتسوانا للكابتن حسام البدري، اول تجربه ليه مع المنتخب قبل ما يروح للاختيارات؟ انا كنت لها وجهه نظر وكتبتها وقلت ان احنا ضيعنا فرصه اللعب مع البرازيل، وطبعا في ممكن ناس تختلف معايا في حته ان احنا لا ازاي الكابتن حسام هيبدا وازاي المنتخب يبدا بمباراه قويه مع البرازيل، وانا قلت برضو ورديت على الكلام ده في نفس المقال وقلت ان انا ما ببنيش منتخب جديد، انا ببني على المنتخب اللي موجود في دعم وفي تغييرات، لكن ده مش معناه ان انا ما العبش مع البرازيل. انا هل انا بستعد لكينيا وجزر القمر ولا ببني منتخب عشان نروح كاس العالم ويبقى شكله كويس في كاس العالم؟ دي نقطه مهمه جدا انا نفسي حد يجاوبني عليها. ما انا بقول لك اهو، يبقى اذا السياسه اللي احنا ماشيين بيها ديت خطا. ويقول لك لا انا ما اقدرش اواجه منتخب كبير زي منتخب البرازيل. ليه؟ هو انت بتبدا من الصفر؟ لا انت ما بتبداش من الصفر، انت بتكمل على اللي سبقوك، لان ما فيش حاجه اسمها ما فيش منتخب في العالم بيبدا من الصفر. واللي يقول لك الكلام ده يبقى كلام غير صحيح وغير منطقي وغير مقبول. لان المنتخب بيكمل على اللي قبليه. لان انت المفروض المنتخب بيبني على طول يعني بتجدد بصفه دائمه، هو مش نادي. حتى الانديه انت عارف بتجدد نفسها صح وبتطور نفسها على طول، مفيش حد بيبدا من الصفر. فاذا انت لما تيجي تقول لي لا اصلا عشان هلعب مع كينيا وجزر القمر لازم العب مع فريق ضعيف وجبت فريق من التصنيف الاخير، طبعا خطا. انت لو جبت لي مثلا لعبت مع نيجيريا لعبت مع الكاميرون هقول لك اه معقول. طب انت كان قدامك فرصه تلعب مع البرازيل. السنغال لعبت مع البرازيل. السنغال لعبت مع البرازيل والجزائر لعبت مع كولومبيا. يعني انت اقل من دول؟ لا ما انتش اقل من دول، يبقى اذا انت اخطات وانت يعني بتقلل من شان المنتخب بتاعك. هل كل مدير فني بيجي بيفكر ان هو لا انا مش عايز اول تجربه ليا يكون في خساره؟ ده اختلافي مع كابتن حسام البدري. صح انا بشتغل على اللونج ران. صح بشتغل على المدى البعيد. تمام انا بعمل انا جاي عشان ايه؟ عشان اروح كاس العالم وعشان انافس على كاس الامم. ما انا مش هعمل كده الا اذا لعبت مع فرق مع المانيا والارجنتين والبرازيل والكلام ده ونيجيريا والجزائر والمغرب الفرق الكبيره. ما عندي مستويين، لازم العب مع منتخبات عالميه ولازم العب مع منتخبات افريقيه قويه. ما عنديش غير كده. لو عملت غير كده يبقى انا بهرج. هو البناء. انت لو ترجع لايام حسن شحاته لعب مع مين؟ لعب مع كل الفرق اللي احنا قلنا عليها دي، لعب مع كل الفرق العالميه دي، الجوهري لعب مع نفس القسم. يبقى اذا انت لما تيجي تستهين وتهين المنتخب بالطريقه دي، معلش في اللفظ يعني، انا بعتبر ان اللعب مع بوتسوانا اهانه لمنتخب مصر الوطني. المفروض انا كنت العب مع منتخب البرازيل، ايه يعني انا زي ما بقول لك كده، انا ما بستعدش ليه كينيا والقمر، انا بستعد لكاس العالم. لو انا راجل عندي ما اكيد عندي طموحات ولا ما عندوش طموحات كابتن حسام؟ طبعا عندي طموحات. عندي طموحات. طموحاتك ايه يا كابتن حسام؟ ان انت تاخد كاس الامم وتروح كاس العالم وتلعب كويس، يبقى شكلك كويس في كاس العالم. انا مش هقول لك هتروح دور الثمانيه زي ما حصل من الكاميرون وحصل من السنغال، انا هقول لك انت تبقى كويس شكلك كويس في كاس العالم، ما يبقاش منظرنا كده يعني 90 كان شكلنا معقول في كاس العالم. ما حققناش فوز واحد لكن كان شكلنا معقول، لكن الكاس العالم الاخيره دي كان حاجه فضيحه. فاذا انت عايز تروح كاس العالم بالعافيه وعاوز تنافس على كاس الامم يعني يبقى ما ينفعش. منتخب مصر الوطني ده لازم يكون طرف في المباراه النهائيه لكاس الامم او في المربع الذهبي، يروح كاس العالم مستريح مش بمعاناه ومش كل 20 سنه ولا كل 30 سنه، لا انت منتخب مصر يروح كاس العالم ده بانتظام. مفروض لو في شغل صح وتاسيس صح وبنشتغل صح، لكن كل اللي احنا ماشيين فيه ده انا شايف ان هو غلط يعني. اتفاجئت حضرتك بضم كهربا لقائمه المنتخب الوطني ولا كان امر طبيعي او امر طبيعي ان الكابتن حسام يتفرج على كل اللعيبه اللي موجوده؟ هو امر طبيعي لعدم وجود يعني مثلا انت دلوقتي هو ممكن يكون كابتن حسام طبعا كهربا لاعب كبير مهاجم الطراز الاول على مستوى مصر يعني.
لما يكون مثلا ما عندكش رمضان صبحي، ورمضان صبحي منتخب الاولمبي، هو شاف ان ما عندوش الناحيه الشمال ديت او الجناح الشمال مش موجود، يعني مش موجود يعني. فمين اللي عندك رمضان صبحي ده مكانه. طيب مين اللي ممكن يبقى موجود في المكان ده؟ كهربا. حتى كهربا لو ب 60% 70% من مستواه اكيد هيجي يعني في، لكن يعني اختيار صح، اختيار تمام. اه طبعا. طيب برضو عايز اعرف راي حضرتك في المشكله المثاره في الفتره الاخيره اعلاميا، واللي تم تناولها بشكل غير صحي وسلبي، وهو شاره قياده المنتخب الوطني. اتكلمت فيها مع الضيف اللي قبل حضرتك الكابتن ناجي، كابتن حسام البدر. انا عايز اعرف راي حضرتك في الاسماء، ونتكلم في سبب الاسماء واسماء بدون الاسماء من وجهه نظري، وبعد كده مين الانسب، مين الانسب في وجهه نظر حضرتك، احمد فتحي ولا محمد صلاح، وازاي المشكله تتحل؟ هو بص، الكابتن حسام البدري عمل الازمه ديت، هو اللي تسبب فيها. مين؟ الكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري. اه طبعا، لانه هو المفروض حتى لما في امر زي ده ما كانش يعلنه كده، كان لازم يتشاور. طب ازاي يتسرب الخبر؟ يعني ازاي يتسرب الخبر؟ هو قال، هو قال يعني، هو قال كده على نيته، هو قال ان احنا بندرس، هو ساعتها قال احنا بدرس ان احنا يبقى كابتن محمد صلاح يبقى كابتن المنتخب. اه، فعليك تفضل هو كده اولا عمل ازمه تكون داخليه، اي قرار بعد كده هيترك اثار سلبيه. صح؟ طبعا. يعني هو الاحق بالشاره دلوقتي كابتن احمد فتحي. ده طيب، هل حضرتك بتقول كده قناعه ولا علشان حضرتك شايف ان احمد فتحي الادم؟ لا، انا مقتنع بكده، مش يعني انا مقتنع بكده، اولا مقتنع بكده لسببين، سبب الاقدميه، وسبب طبعا التاريخ الكبير جدا للكابتن احمد فتحي مع المنتخب وانجازاته والكلام ده كله. السبب الثاني ان محمد صلاح راجل مش هيبقى مركز في حته الكابتنه وقياده الفريق، ويقعد مع ده ويقعد مع ده، لان راجل ده ممكن يجي لك قبل الماتش بكام، يكون المعسكر المنتخب بدا مثلا 1/11، وهو لسه هيجي مثلا في 11/11 قبل الماتش بتاع اللي هو 14/11. طب والفتره ديت من واحد ل 11/11 يوم، دول مين هيبقى الكابتن؟ النائب بتاعه بقى هو رقم اثنين، رقم اثنين هيبقى مين؟ احمد فتحي. النمرة اصلا صلاح وطبيعته وتركيبته والكلام ده كله مش في دماغه الحته دي، هو تركيزه في الاحتراف والليفربول وبطولات اوروبا والكلام ده. يعني المنتخب مش عايز اقول حاجه ثانويه، لكن ما هوش هو الاهتمام الاول بتاع محمد صلاح. الاهتمام الاول محمد صلاح ان هو ينجح في ايه؟ في التجربه بتاعته. هو الحمد لله نجح وكل حاجه، بس هو عاوز يرسخ نجاحه وعاوز يزود نجاحات اخرى. فتركيزه في القصه ديت هيبقى اكبر من تركيزه، طبعا ده شيء طبيعي، اكبر من تركيزه في المنتخب. فاذا هنا القياده اللي محمد صلاح مش هتبقى، مش هتتناسب معاه ومع ظروفه ومع تطلعاته. فانت بقى ما تيجي طب خلاص يا جماعه احنا استقرينا خلاص احمد فتحي هو الكابتن، ما انت اعلنت مثلا تبقى دي هتسيب اثر سلبي عند محمد صلاح. طب ليه انت بتعلن وتقول وكده وبعد كده تغير يعني؟ طيب كابتن حسام، ازاي يتعامل دلوقتي مع الأسماء اللي تم اثارتها، وعشان يوصل لحل ازاي يوصل لحل؟ هو انا من رايي ان محمد صلاح يطلع ويقول كده، ان هي تيجي كده ملهاش حل غير كده، ان محمد صلاح نفسه يعلن يقول ان انا بساند احمد فتحي في قياده المنتخب. ده ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل، محمد صلاح ممكن يعملها، بس لو يشيل الحرج، ويشيل الحرج عن الجميع وعن نفسه. طب اقول لحضرتك، طب هل حضرتك فكرت يعني ممكن الكابتن حسام، يعني ممكن الكابتن محمد صلاح لو حتى ما شفناش او حد يوصل له الرساله ديت، ان هو يعلن ان شرط الكابتن، انا ببقى اساند واؤيد ان شرط الكابتن تبقى للكابتن احمد فتحي. طيب لو السيناريو ده كان الجهاز الفني بيفكر فيه وفشل ان هو يطلع بنفس الاخراج اللي هم كانوا مخططين له، ان هم كانوا يعرضوا على محمد صلاح الشاره علشان خاطر اعرض عليك ان انا ارضيك. لا، ما ينفعش ان هو مثلا، طب حضرتك عرفت انا قصدي ايه؟ انا فاهم. ان هم يعرضوا عليه الشاره فيقولوا لهم لا انا مش هبقى كابتن على احمد فتحي هو موجود، وبالتالي الموضوع هيتقفل. بس هم لقوا ان محمد صلاح ما طلعش قال حاجه، وان هو بالعكس سايب الموضوع ماشي لحد ما يشوف هم هيعملوا ايه. لا، محمد صلاح انت عارف محمد صلاح ذكي جدا. زي ما ازمته مع اتحاد الكوره كده والاعلانات والكلام ده كله. هو بيقول لهم مش انتوا اللي عملتوا الازمه؟ حلوها. هو انا دخلت نفسي قلت لكم انا طلبت منكم حاجه؟ طب يعني ده سيناريو
أسوأ وحش. بقى أسوأ، ما أنا ما أنا مالي أنا يعني، أنت دلوقتي بتحطني في أزمة وعاوزني أنا اللي أحلها لك، مش أنت اللي اتسببت فيها، حلها يا شاطر بقى. ما هو عاوز يبين، ما هو محمد صلاح ده مش يعني ما وصلش للعالمية ديت كده طبعا، هو دماغ طبعا خلاص طبعا. وهو طبعا مش هيجي ايه، انا بطلب محمد صلاح، احنا بنطلبه بقى بعيد عن جهاز المنتخب وبعيد عن البتاع، احنا كناس من محبيه من جمهوره صح، بنقول لك ان انت اطلع بس اعلن تأييدك لاحمد فتحي خلاص. وممكن يعني ممكن يكون تطلع شخص ان هو عايز يبقى كابتن منتخب، ما تستبعدش، لكن انا بقول لك طبيعه وظروف محمد صلاح لا تتناسب مع ان هو يمسك شرط يمسك قياده المنتخب ككابتن منتخب، لان هو زي ما قلت لك تركيزه وكلها مصبه في اوروبا وفي العالميه والكلام طيب. كله يعني هل حضرتك شايف ان فعلا ده موجود ولا بسبب المواقف السابقه مع الاتحاد السابق يوجد بعض الحساسيه انا عنده هو لدى محمد صلاح؟ هو عنده حساسيه من التعامل معاه. مع مين؟ معاه هو، معاه يعني الناس اللي بتتعامل معاه، اتحاد الكره او جهاز المنتخب. يعني انت مثلا ناس من بره يتعاملوا معاه؟ لا ما هو انت اصل انت، ما هو المفروض تعمل ايه؟ يعني انت المفروض تعمل ايه؟ انت ليه بتفتح ازمه؟ ليه بتصنع ازمه؟ وانت مثلا ما تيجي يا جماعه تقعد مع الناس الكبار، لما تيجي مثلا المنتخب ويقعد تلاقي الفريق مكتمل ومحمد صلاح وبتاع، يا جماعه انتوا فريق، ما تخليهم هم اللي يختاروا الكابتن. وتخلي اللعيبه هي اللي تختار الكابتن. تيجي كده يا جماعه؟ لا مش طيب. هقول لحضرتك على حاجه، بص حضرتك انا اتسال لي السؤال ده على انا دلوقتي حضرتك ايه؟ انا الضيف، هقول لحضرتك السؤال ده لما اتسال. عند حضرتك في كل دول العالم موضوع الكابتن في فرق بالتصويت وفي فرق بالاقدميه على حسب، يعني على سبيل المثال دلوقتي كابتن فريق في ليفربول هندرسون في نص الملعب، مين النائب بتاعه؟ فيرجيل فان دايك. مين الادم، فان دايك ولا محمد صلاح؟ محمد صلاح ادم. طب ليه محمد صلاح مش 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 هو الكابتن لليفربول؟ علشان يورجن كلوب شايف ان فيرجيل فان دايك عنده القيادات او الصفات القياديه اللي تخليه كابتن الفريق. هو دايما مثلا دايما انا كوجهه نظر هي على حسب كابتن المنتخب اللي يكون اخر، لو حارس المرمى يبقى احسن. طب انا هقولك على حاجه ثانيه، الوقت اللي كان فيه ستيفن جيرارد مش هو ابن من ابناء ليفربول؟ كان هو الكابتن، كان فيه لعيبه كثيره جدا موجوده في الوقت ده، لعيبه عندها امكانيات وقدرات، لكن جيرارد مش قصدي، انا بقول لحضرتك ان هي على حسب كل فريق، كل فريق على حسب يعني مثلا في ريال مدريد الاقدم راؤول طبعا، فرناندو غيرو. المشكله عند الكابتن حسام البدري ايه؟ ان هو حب ايه، فاكر ان الموضوع ده هيجيب صلاح صح او هيصلح. احنا ممكن يا فندم نشوف يعني هو عملها بحسن نيه بس هي للاسف ما بس حضرتك النيه ده ما يعني ممكن حضرتك التصويت يبقى في النائب والنائب النائب، يعني انت بتختار ثلاث لعيبه يبقوا كباتن، كابتن الفريق، نائب الكابتن، والنائب ليه. انا في رايي لو محمد صلاح ما عملش المبادره بتاعه ان هو يعلن مساندته لاحمد فتحي، يجي حسام البدري كده يقول لهم يا جماعه الاختيار اختياركم، ويرمي الكره في ملعب اللعيبه. بس كده؟ طبعا. بس برضه احمد فتحي لن يقبل بهذا، احمد فتحي هو كابتن المنتخب الشرعي. لو بنتكلم لا على لا انا بتكلم في ازمه دلوقتي. ازمه؟ في ازمه. انا دلوقتي ارمي الكره في ملعب، انا هتوصل في الاخر لاحمد فتحي. هي هتوصل في الاخر لاحمد فتحي. بس انا عشان ما اعملهاش قضيه احمد فتحي. طيب التصويت التصويت مش ممكن يعمل شويه حساسيه بين اللاعبين وبين بعض؟ ما لهاش حل. طب ما اللعيبه تقول لك مش هصوت، انا ما ادخلش نفسي ما بين اثنين لعيبه اعمل بينهم حساسيه. لا انتوا رجاله اهو وتحملوا مسؤوليه. يصوتوا من غير لا يعملوها من غير هم. لا صدقني، هو لو رمى الكوره في ملعب اللعيبه هتتحل، هم يقعدوا كده ومحمد صلاح. طب اللعيبه ذنبها ايه يا استاذ رضوان ان هي تحل ازمه؟ هم مالوش دعوه، هم اصلا مش طرف اللعيب. هو يعمل احنا نفسنا مش لاقيين حل. لا ليه ما لا الحل عند بعد ربنا سبحانه وتعالى، عند محمد صلاح. هي تقول انا مش عايزها بس انا قلت لها ان هو يقول ملاش حل. انا شايف لا ما يقولش ان انا مش عاوزها. يعني هو خلاص قال احمد فتحي موجود فهو الكابتن. انا بساند احمد فتحي. خلاص هي كلمه كده وخلاص وخلصت القصه. ما تقالش ده الحل الثاني اللي هو اللعيبه يا جماعه اختاروا انتوا الكابتن بتاعكم. بس طيب ملهاش حل غير كده. انا بسحب كلامي اللي انا قلته قبل كده وبقى والكوره في ملعبكم، انتوا اختاروا هيقعدوا مع بعض هيختاروا احمد فتحي. طيب من غير تصويت مش هيعملوا التصويت. طيب اللعيبه نفسهم كده هيتوافقوا. اصلا الموضوع مش قضيه كبيره قوي يعني. احنا اللي عملناها قضيه بصراحه.
طيب يعني بالنسبة لحضرتك لبطولة الأمم الأفريقية للشباب أو للمنتخب الأولمبي، شايف إن هي إن شاء الله تطلع بنفس القدر والمستوى اللي طلعت بيه أمم أفريقيا للكبار، ولا حضرتك بالنسبة إن هي دي 8 فرق والتانية 24 فريق فهتختلف الإمكانيات؟ أقوى وأسخن عشان عدد المنتخبات قليل وان كل المباريات حاسمه، سنة هيبقى فيه القوه واللياقه والسرعه، الكلام ده هيبقى موجود. بطولتين في اقل من 3 شهور، ممكن العائد المادي وان كمان سياحه لمصر ودعايه مصر ببلاش، هل حضرتك شايف دي حاجه ايجابيه ان احنا عندنا؟ لو احنا عملناها صح زي ما قلت لك، الجمهور والملاعب تتملي والكلام ده، احنا بنطالب دلوقتي اهو معالي الوزير، وبنطالب كل الجهات، وزير التربيه والتعليم، وزير الشباب والرياضه، وزير التعليم، احنا عايزين وزير الشباب والرياضه هو اللي يقوم بالمبادره مع الوزراء المختلف علشان اكيد هم بيفكروا في المدارس والجامعات. الموضوع لازم يكون هم بيفكروا في كده، لو ما كانوش بيفكروا في كده اختيارنا للملاعب الكبيره اللي ساعتها 100,000 ممكن سبب ان هو قلل عدد الجمهور شويه، وان احنا كان لابد من اختيار الملاعب اللي الساعه بتاعتها قليله 20 و30,000 متفرج، دي كانت تبقى احسن لنا عشان منظر الجمهور اللي كان موجود. طبعا دي بانت على فكره في ماتشات امم افريقيا الاخيره. طبعا لازم يعني ملعب السلام ده ملعب كويس جدا، مناسب جدا طبعا، خصوصا الملعب ارضيه الملعب كويسه والملعب نفسه صغير وهيبان فيه عدد، لو حتى فيه 10,000 هيبانوا يعني. استاذ رضوان الزايدي بشكرك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، بشكرك وتشرفت جدا بوجود حضرتك معايا، وان شاء الله دايما تكون موجود معانا على قناه الاهلي يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع الاستاذ رضوان الزايدي الناقد الكبير وعضو مجلس النواب، وجه عاد الفقره الثالثه والاخيره مع الزميل العزيز محمد سعيد واللي بيستضيف فيها الكابتن حماده مرزوق. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل.